تعال نشوف الألوان بتاعت زهرة هتطلع معانا عاملة ازاي، يلا بينا. وكانت ألوانها البشري والأحمر والأخضر والزهري والأصفر، اخترت اللون البشري للبشرة طبعا بما إني مش هلون عشوائي يعني. وطبعا هنا في كذا جزء للبشرة مش جزء واحد زي ما انتوا شايفين، الرجل والفخاد باين حاجات كده يعني. اللون الأحمر بقى أنا اخترته لحاجتين مش حاجة واحدة، وهي الشعر والحزام بتاع البنت. وكده يبقى فاضل معايا ثلاث ألوان، هختار اللون الأخضر للتيشيرت وربنا يستر. وبرده عشان ما يبقاش في عك كده في الألوان حطيته نفس اللون في الصندل. أما اللون الزهري بقى حطيته في الجيبة زي ما انتوا شايفين كده، وكده يبقى فاضل معايا لون واحد اللي هو الأصفر ولو وانت بيه الكرسي. وتعالوا بقى نشوف الرسمه بعد التظليل، وعلى فكره الرسمه دي تعبتني جدا في التظليل، اتاكدوا بقى انكم تابعيني واعملوا تعليق بالوانكم المفضله.